بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سالم الراشد في تعلم أسماء الأشجار في دقيقة. معنا اليوم شجرة الهبسكس. هذه شجرة هبسكس، وهذه شجرة هبسكس، وهذيك شجرة هبسكس. ثلاث أشجار زرعتهم بيدي في سنة 2014، أي ما يقارب قبل 8 سنوات تقريبا، أو 6 سنوات إلى 7 سنوات. الشجرتان المتجاورتان هنا لم تتأثرا تماما. انظروا إلى هذا الخضار وهذا الشكل الجميل، بينما تلك الشجرة يبست تماما، إلا أصلها ما زال به بأس. بإذن الله سوف تخرج من جديد. هذه الشجرة الأولى وهذه الشجرة الثانية لم تتأثرا تماما، بينما هذه الشجرة التي لها معزة خاصة في قلبي لأنها تميزت بانحناء جميلة فأعطتني هذا الظل الوفير وأعطى شكلا جماليا في مدخل المسجد، ولكنها يبست تماما. الثلاث أشجار بقرب بعض، هاتان الشجرتان لم تتأثرا بالحرارة إلا شيء يسير جدا، بينما هذه الشجرة تأثرت تأثرا كبيرا وأحزنتني حزنا شديدا، لكن أصلها ثابت وأنبتت من جديد. فهنا ننظر أن الحرارة لم تكن هي السبب، مع شدتها لكنها لم تكن هي السبب. كان هناك أمر آخر لموت هذه الشجرة. بارك الله لي ولكم.